مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناة رول. في شرحنا لليوم عن الطريقة الصحيحة لاستخدام ألوان البانتون أو اللون الخامس في الطباعة في برنامج أدوبي إلستريتر. بداية احنا عم نستخدم برنامج أدوبي إلستريتر CC 2019. هاي الطريقة لازم يكون كل يكون عارف أنها صالحة لأي إصدار إلستريتر، سواء كان قديم أو للإصدارات الجديدة إن شاء الله في المستقبل. طيب بداية خلينا نعرف بس اللون، لون البانتون أو اللون الخامس في الطباعة شو هو. للمعروف للجميع ألوان الطباعة اللي هي بتكون دائما CMYK، سيان، ماجنتا، يلو، بلاك. طيب ليش نستخدم لون خامس أو لون بانتون؟ ممكن إحنا يكون عندنا بس عبارة عن فلاير يكون نازل لونين بس فقط، هو ديزاين تاعه عبارة عن لون أحمر وأخضر. فأنا على الطباعة علشان أوفر على حالي تكلفة الطباعة كصاحب مطبعة أو ككلاينت كزبون بضطر أطبع لونين، فبروح بختار عندي من هون من الإلستريتر لون الأحمر يكون بانتون والأخضر يكون بانتون، وبينزل رقم البانتون على الطباعة وبتنطبع الطبعة، بدل ما تكون أربع ألوان بتصير عندي لونين. والشغلة الثانية اللي جدا كتير ناس بتستخدمها تكون مثلا طباعة المجلات أو طباعة الكتب، بنستخدم فيها صور وألوان، فهي بتكون طبعا نازلة في اللون في الأربع ألوان في طباعة CMYK. لكن بتلاقي أنت لون الفضي أو اللون الذهبي أو لون خلينا نحكي البلو بيكون لون مميز في المجلة، بتلاقيه عم بيلمع بين إيديك، فهذا بيكون مش نازل بالCMYK، مش بالسيان ولا في الماجنتا ولا في البلاك، بيكون هو اللون الخامس. طيب خلينا نشوف هلا مع بعض في الإلستريتر كيف أنا بقدر أوصل للون الخامس أو هو الألوان البانتون الصحيحة المستخدمة للطباعة، لأنه خلي بالك في ألوان بانتون مش مستخدمة للطباعة، بتكون داخلة في مثلا في ألوان الدهانات، في ألوان RGB إلى آخره. إحنا بنستخدم ألوان البانتون الموجودة معنا أو الداخلة في عالم الطباعة. خلينا نشوف مع بعض. فتحنا مربع عادي على الإلستريتر، بنروح على ويندو، ننزل لتحت، بختار السواتشز مكتبة الألوان هاي، بروح على الكالر بوكس. أوكي في عندي هون يا شباب اللي هو بانتون سوليد كوتد وبانتون سوليد انكوتد. هلا السوليد كوتد والانكوتد على الكمبيوتر او على الشاشات هم واحد، يعني بتلاقي نفس الالوان، يعني الالوان الفضي بتلاقي درجته نفس السوليد كوتد والانكوتد نفس الشيء، الذهبي نفس الشيء، نفس الارقام، نفس النتيجه، نفس هذا. لكن ليش هو بيختلف؟ بيختلف في الطباعه لما تروح تطبع السوليد كوتد، تعني اللي هي طباعة اللي بتنطبع الألوان على الكرتون اللامع، الكرتون اللميع، فأنت بتكون محدد له إنه هذا اللون بدي ينزل على الورق اللامع أو على الكرتون اللامع، فبيظهر للطبيع اللون رقم البانتون وبكون جنبه حرف السي، يعني هو لامع. الانكوتد نفس العملية بيظهر للطبيع، لكن بيظهر عنده الاختصار تاعه اللي هو الاختصار الانكوتد UC. هاي هي الفرق بينهم في الطباعة، لكن هم على الشاشات واحد. فأنا خلينا نشوف السوليد كوتد، نشوف شو هي ألوان البانتون. تمام فتحنا هون هاي احنا عرفنا طريقة انه انت كيف توصل للون. فانت هون بصير عندك عالم من الألوان، بصير بدك تختار مثلا هذا اللون البني بدل ما ينطبع بالCMYK راح ينطبع لون واحد بني، بيكون طبعا هو موجود علب الحبر موجودة في المطبع عند الطبيع أو عند الشاب اللي بيشتغل على الماكينة بالعلامات هاي في الأرقام هاي. فأنا اخترت مثلا خلينا نشوف اللون هذا. تمام كيف بدي أعرف رقمه؟ هذا بعمل سيليكت عليه، ايوه بروح على الكلر. اوكي راح الاقيه هون موجود عندي زي ما حكينا الاختصار تاعه السي. يعني هون
انت كان عندك رقم معين، مثلا خلينا نشوف، قال لك الكلاينت او حد معني قال لك انا بدي استخدم هذا اللون الفضي، لانه في درجات للالوان الفضي في طابعتي او في الديزاين تاعي. فانت ايش بتعمل؟ اعطاك مثلا رقم اللي هو بانتون مشهور فضي اللي هو 877، راح على اي طلع لي لما عملت عليه سيرش. تمام. طيب هلا بعد ما انت اشتغلت، انطلب منك انه وانت او في المطبعة انه بده يتحول اللون البانتون هذا لسي ام واي كي. هلا في طريقة معروفة، انت ممكن كديزاينر تطلع الديزاين مثل ما هو في الوان البانتون، وعلى الطباعة بيتحول كونفيرت سبوت كلر تو سي ام واي كي، بيتحول على عملية فرز الالوان. وممكن انت تضلك هون محافظ على الموضوع وتحوله بهاي الطريقة البسيطة جدا، انت عامل سيلكت لإله، بروح هون بضغط هون صار عندي في الوان ال سي ام واي كي. طيب هيا يا شباب كانت طريقتنا لليوم في شرح تحويل او عفوا شرح استخدامات الوان البانتون في الطريقة الصحيحة على برنامج ادوبي الستريتر. شكرا للمتابعة، ونتمنى الاشتراك في القناة.